مشاريع هامة اجتماعية وعمرانية تحدث بالقدس الشريف دعما لصمود المقدسيين. مصادر التمويل تبلغ 80% من وكالة بيت ماري القدس التي أحدثت بغرض تقديم مختلف المساعدات للمقدسيين، كما تسجل حملة التبرعات بالمغرب لدى إحدى الوكالات البريدية. نتابع هذه الحملة من روبورتاج زين أيتلامين ويسر طومي. هم زبائن معتادون لهذه الوكالة البريدية بالرباط، لكن بعضهم قصد الوكالة ليس من أجل معاملة بنكية خاصة، بل بهدف التبرع بالمال لتيسير حياة المقدسيين. كل المقدسيين إلى حاجة إلى هذا التبرع ومحنين وعنوا المسد بزاف، خصنا احنا كلنا نتجندوا المسلمين باش نتعاونوا معهم، لأن هذا اكتريت الحرمين اللي وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أشد الرحال إلا لثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى. هذا بالنسبة لي أنا كشاب في هذا السن هذا ويلا بديت الخدمة وبديت الحياة الزوجية ديالي، يعني إلا عاوننا هذوك الناس تما في ديك الظروف الصعبة اللي كيعيشوها تما، واخا كنعاونهم بشي حاجة قليلة يا يعني قليلة بزاف، ولكن راه بالنسبة لنا حنا وليهم هما راه كثيرة. لا نعاونوا أنا وأنت والآخر تبارك الله غادي نعاونوني مزيان. والحساب مفتوح في كل الوكالات البريدية والبنكية طيلة السنة. طبيعة المغاربة بالكرم ديالهم وبالإحساس بذاك الجو ديال رمضان كيكون ذاك الإحساس بالتبرع أكثر بحكم الأجر بحكم الصدقة، هذاك الشيء باش الناس كيقبلوا أكثر في شهر رمضان على هذا التبرع هذا. بأموال التبرعات تمول برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان لتعزيز صمود أهل المدينة المقدسة. عندي 4 بنات، لما أطول مصروف أجار الطريق للمدارس زمان تحبطوا من المصرياتهم يعني، والحمد لله أنا يعني مبسوطة وكتير مرتاحة لبيت المال، شو ما بطلب منهم الحمد لله بقولية. للقدس في قلوب المغاربة مكانة خاصة، حساب مفتوح في كل الوكالات وصناديق تتطلع يوميا لأريحية المغاربة في المتاجر الكبرى.